خذ كل كمان يلا كل كل اهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي، يعطيكم العافيه، تحيه غزاويه 100% من قطاع غزه، واهلا وسهلا فيكم في عالم الحيوانات والطيور والسواحف مع فضل لبهان. واليوم جبنا لكم فيديو جديد، وقبل ما نبدا الفيديو الجديد يا ريت نصلي على سيدنا محمد. طبعا يا جماعه الخير، احنا متواجدين الان في وادي غزه بالقرب من جسر المغراقه، متوجهين للشرق. الفيديو عباره عن اطعام كلاب الشوارع. طبعا يا جماعه الخير، كثير من الناس بتقول كلاب الشوارع مؤذيه، كلاب الشوارع ضاله، كلاب الشوارع بتاذي الصغار، ولكن يا جماعه الخير كلاب الشوارع في بعضها هيك وفي بعضها اليف وما بيؤذي. اللي بيؤذي هو اللي مسعور، بيكون يعني مش معالج ولا في اي جمعيه تتبناه او تعالجه او تعقمه. فلهيك يا جماعه الخير اليوم احنا راح نوضح لكم بعض الاشياء، وراح نطعمه كمان قطط الشوارع وكلاب الشوارع. طبعا جبنا 10 كيلو من دراي فود، وطبعا مشترك معنا في هذه الحمله صديقنا الغالي صاحب مبادره صديق الحيوان رشيد عنبر، وان شاء الله راح يحكي لكم شوي. الله يمسيكم بالخير، حنطلع جوله اليوم تحت شعار هاشتاج ارحم ترحم، الراحمون يرحمهم الله. حيوانات ضاله، حنعمل جوله اطعام لهم، وان شاء الله بيكون يوم ممتع وبيستفيدوا. وهدفنا من هاي الاشياء انه نعزز ثقافه الرفق بالحيوان، وهي من اهداف مبادره صديق الحيوان. وخلينا نمشي نطعم الحيوانات وندور عليهم، وبسم الله نتوجه على الاماكن المتواجد فيها الحيوانات والكلاب. احنا راح ننشر في المناطق المتواجده فيها الكلاب. طبعا هيات انا بعض من الدراي فود والطعام، وراح ننشر كمان في مناطق ثانيه، وبسم الله هذه البدايه. طبعا هاي كمان يا اخواني كلاب الشوارع، تعال تعال، ليش شردت بدنا نطعميك؟ تعالوا تعالوا تعال. خذ تعال، شاطر شاطر، خذ خافش، تعال دير دير كمان دير، تعال خذ يلا كل، تخافش حط على الارض وري، تعال تعال يا عمري، ليش خايف؟ تعال شاطر، يلا تعال، برافو، يلا كول كول، صحة وعافية. مش راضي تاكله، مش عاجبك؟ شاطر، برافو، طعميه طعميه، ديرو ديرو كتير، كول كول كول، تخافش يا عمري، صحة، كل يلا تخافش، هاي كمان ها، يلا بس كل، صحة، طبعا يا جماعة الخير بعد ما طعمناه والحمد لله طلعوا، صار يلعب معانا، قرب شوي. شايفينه احلال كلب البلد يا جماعة اللي بتقولوا عنه ضال وبهجم، هاي هذا كلب بلد شايفينه، هذا طعمك كمان شوي ها كول، يلا نروح نطعم غيره ان شاء الله نلاقي يا اخوان. طلع يا اخوان هذا كيف اجى صار يلعب معانا، كلب خايف ومزعوج، نروح نطعم. طلع هذا الطعمنا يا جماعة الخير مالوش 4 دقايق صار يلعب معانا ويجري ورانا، وتقولوا الكلاب ايش؟ ضالة وبتهجم، طعميه طعميه، شايفين بده يلعب حتى، يلا طعميه طعميه طعميه، هذه بتاكل شاطرة، هي قطيع الغنم وهذا الكلب تبعهم يا اخوان، طعميه طعميه، خافوش، ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه، الغنم صار ياكل فيه. طعم جامايكا طعم جامايكا، هيو هيو هيو، طعميه طعميه، برافو برافو،
كل تخافش. هذا يا جماعة الخير كلب الراعي، هاي كمان واحد طعمية. هيا حطينا لهم هنا نشوف راح يجي ياكلوا ولا لا. شردوش من طعميك وتعال خذ تعال. هيا اجا 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 طعميهم طعميهم. ليش شردته؟ ابعد ابعد خليهم عشان يأمنوا. تخافوش يا حبايب، كلوا كلوا صحة وهنا. اوعى تعملوا طوشة بس. تعال مدينة دي تعال 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 تعال. خذ خذ يلا تخافش. جود بوي. تعال 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 خذ يلا. تعال يا خذ الباقي كل يلا. تعال تخافش. تعال احنا راح نسيب لك هذه هان وانت تاكلها. تعال خذ. ليش شردت؟ خذ تخافش. تعال كل يلا خذ. شايفين محل الكلاب البلدية يا جماعة؟ خذ يلا خذ. تعالي خذ كل تخاف يا شباب كل. هذا إلك الصحن يلا كل كله. تعال خلينا أحسس على راسك. تعال ليش خايف؟ خافش. طب خلاص انا حاسب لكم الاكل واروح يلا باي. طبعا يا جماعه الخير واحنا كنا في جسر وادي غزه عند المغراقه، والحين وصلنا جسر صلاح الدين واحنا بندور على كلاب الضاله وبنطعم فيها، لانه يا جماعه الخير والله العظيم هذا الاشي يعني لوجه الله، وممكن انه يعني يكون سبب دخولنا الجنه. وان شاء الله راح نفعل هاشتاج جديد اللي هو ارحم ترحم، وان شاء الله جاي مفاجآت جديدة وانتظرونا، وخلينا نروح نكمل وندور على الكلاب ونطعمها. طبعا هيت هذا الكلب لصديقنا الحلو هذا. ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ احمد. هذا كلبك؟ اه. كل يوم تلعب معاه؟ اه كثير. طيب احنا جبنا له اكل وبدنا نطعميه. يلا هيت خذ خذ يا حبيبي كل. تعال حط حطه على الكيس، حطه على الكيس يوك. يا حرام على الجوعانين يا وردي يا وردي. بدك تلعب؟ سيبه 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 كل. هاي يلا كل. صحة صحة صحة. شايفين كيف الكلاب البلدية ما الطفها ولا عقلها؟ خذ كل كمان يلا كل كل يا روحي كل يا عمري على الجوعانين يا عمري. انت ايش بتطعمي كل يوم؟ انا كل يوم بطعمي خبز ولحم. يا حرام، هيا هذا اليوم جبنا له علف. صحة وعافية.